عندي تعليقات اولا على حكايه الثوره بلا راس. الثوره بلا راس يعني شيء عشوائي. الشيء العشوائي لما يحصل اي انسان عاقل ومفكر كان لازم يعرف ان العشوائيات عمرها ما هتنجح وعمرها ما تؤدي الى عمل منظم. يعني احنا ممكن في ظرف ما نلاقي نفسنا مثلا حصرنا في البيت ده، حصل زلزال وقع علينا، كلنا هنقول ايه؟ اهم حاجه دلوقتي ان احنا نفك عننا الانقاض دي، فكلنا هنفكها، هنبقى عارفين احنا بنعمل ايه. بعد ما نفك الانقاض دي يلا نبني بقى البيت تاني. البناء ده بقى هنبنيه ازاي؟ هنعمل قصر ولا جنينه ولا هيختلف؟ فدي حاجات انسانيه او متعلقه بالبشر. حكايه ان الهدم سهل، كلنا ممكن نقعد نهد، اما عشان نبني البناء عايز تنظيم وعايز تخطيط وعايز قواعد وعايز علم. فما كانش ممكن ثوره عشوائيه ابدا تنجح. ده كان مفروض اي انسان عاقل في اللحظه الاولى يقول اولا بنيت على التقليد، احنا شفنا تونس عامله كذا كذا واحنا قلنا يا والله فرصه، زي ما حصل عندهم الكوبي هيحصل عندنا. بناء عايز ممكن سنوات، ممكن عقد او عقود من الزمن ما فكرناش فيها. فتبرير من تبرير لسلبيه معينه، تبرير فلسفه الهد انها عشان نبني على وضع اكثر نظافه، نفاجئ ان اللي جايين بيبنوا او مجموعات مش منظمه اصلا، نفاجئ انهم جايين يبنوا بشكل اكثر عشوائيه مما سبق. دي هي مشكلتنا الحاليه، ان احنا حتى ما عرفناش نبني زي الاوائل او زي الجيل او زي الاجيال اللي احنا فاكرين احنا هنتفوق عليهم، لا، لان كل مجموعه تشرذمنا تقسمنا. دي الفكره، دي المشكله اللي احنا فيها. اكتشفنا ان احنا مش كده، مش مع بعض. هي دي اللي عملت ثوره بلا راس للاسف. هي دي النتيجه اللي احنا عايشينها، ان احنا بنفتكر هنبني صرح كبير او افضل مما سبق، نكتشف ان احنا مش عارفين وبنبني بشكل اكثر عشوائيه. يعني كل مجموعه بتفكر بحاجه معينه، مش متحدين. بس ده طيب، اللي انتبه للفيلم من اوله والكتابة المكتوبة، ده الجزء 21 بعد 100 من فيلم ثورة بالعكس، وفي أجزاء سابقة عليه طبعا، يعني في 120 جزء قبليه، وفي ما لا يحصى. أولا يعني تأويل المسمى ده اللي هو ثورة بلا رأس الحقيقة يتعدد جدا، وما فيهوش العشوائية بالضرورة اللي حضرتك بتتكلمي عنها أو شايفها. ثورة بلا رأس ممكن تبقى ثورة شعبية، ما هي ملهاش رأس، يعني مش لازم يقودها معرفش الحزب الايه ولا الـ يعني الزعيم الاوحد ولا القائد الملهم ولا الى اخره، مش لازم. دي ثورة شعب، دي عبقريتها وفقا للفيلم. يعني عبقريتها انه رغم كل ما جرى على مدى 25 قرن حسب الفيلم من تمزيق قدرة المصريين على العمل المشترك او للتوافق على اي امر، توافقوا رغم انعدام. طب تتصوري بقى لو كان في مؤسسات ولو كان في تنظيم، يعني قصدي اقول ارث للعمل المشترك مضطرد وكذا وكذا، كانوا يعملوا ايه دول؟ اذا كان بلا تنظيم من اي متعطل قدرتهم، مش شلت ولا جمدت ولا خربت ودمرت قدرتهم على العمل المشترك، ومع ذلك اتفق على كلمات سواء وفقا اللي انا يعني قصدي اقول بستدعيه من الفيلم. فهي ثورة شعب طبعا، هي ثورة شعب. وما جرى على الارض في ثورها الاول عبر 18 يوم ان الناس استنتها لحد ما سقط راس النظام. مش كده ولا ايه؟ سقط راس النظام، تلو راس النظام، تلو راس النظام. احنا لغايه دلوقتي في الخمس سنين دول كم رئيس جمهوريه عدى عليك؟ خمس سنين. لا معلش ثانية يا سيدتي، يعني ما الحكايات العلمية دي بس ثانية واحدة، غير سطحي ملوش أساس. ماشي، أنت قلت الكلام ده، أنا اسمحي لي بس يعني أناقشه. حكاية علمي دي، لا، ما هو ده إبداع مصري على فكرة، هي ملهمة بما هي سلمية، ده اللي إحنا قلناه. واحد مش نقل، وإن كان رددت ذات الشعار بتاع التونسيين الشعب يريد إسقاط النظام، ترديد لذات أنا مين اللي كان ممن دعوا لما يسمى ب يوم الغضب في 25 يناير ولا جمعة الغضب، الغضب الذي هو نقيض الثورة في 28 يناير، أو الغضب
شيء نقيض للثورة إلى آخر كل ما جرى من اللي كان يعني ذات من دعوا إلى غضب كلهم شأن سواهم فوجئ بهذا الوجود الجماعي للمصريين اللي خلاها تبقى اسمها ثورة. هل الثورة بتحقق غاياتها بين عشية وضحاها؟ طبعا لا، إنما موجة تلو موجة. يعني إذا لم تكن قد أنجزت غير إسقاط رأس النظام اللي كان هيورث ما أعرفش إيه بعد 30 تلت قرن من كذا ولا كذا. فالفيلم أورد إنه كان على المصريين حالة سقوط رأس النظام إن هم كل اللي عطل من حقوقهم في بناء مؤسساتهم، نقاباتهم، جمعياتهم، اتحاداتهم، اللي هي لبنات الدولة التي عطلت 25 قرن تاني في اللي احنا بنقوله، مش هيتعمل في يوم وليلة، مش هيتعمل في يوم وليلة. عطلت مش عشوائية، دمرت تدميرا كل حقوق التنظيم والعمل المشترك تدميرا وتخريبا كل اللي احنا فيه. طب هو سقط رأس النظام تلو وجه آخر لذات المنظومة اللي هي المستبد. يعني وقع المبارك مجلس عسكري مرسي باسم الدين ولا معرفش ايه عايز يستبد تاني. أفلح المصريون في إسقاط تاني رأس جاية كوجه آخر. يعني احنا حلقات هذه أو موجات هذه الثورة اللي هي على فكرة برضو تاني لازم يعني أعيد الكل إلى ده. احنا طول الفيلم في الحقيقة ما بنتكلمش على 2011 ولا أول امبارح، احنا بنقول ثورة الشعب المصري المتواصلة عبر التاريخ. أما بنتكلم على 2500 سنة ولا بنتكلم على لما كان عامل أول دولة في التاريخ ولا لما كان عامل أعظم حضارة بعمله المشترك. يعني لم يرد في كلامنا فثورة بلا رأس إن أنت يعني تقلصيها ل 2011 أو ل 2000 أي حاجة. يعني أقول لا، إحنا بنتكلم على ثورة متواصلة عبر التاريخ. بعض حلقاتها في القرن العشرين أو كذا أو كذا استدعيت عبر من سمعنا يعني أقول مساهماتهم وظهورهم في الأربعينات وفي الخمسينات إلى آخر. ولكن إحنا ما بنتكلمش أبدا يعني أقول على لحظة أو إذا كان في لحظة بنشير إليها فبنعرضها على التاريخ سعيا لصنع المستقبل. في الفيلم يعني مش عايز أطلع أنا من الفيلم. ما أورده الفيلم لو رجعنا يعني متلقي عشان ما بتتنسي، يمكن حرف ممكن يعمل يعني قصدي أقول مثل هذا الالتباس القلب. الفيلم بيتكلم تعريفه للثورة يعني إيه؟ إحنا قلنا على غير سابقاتها اللي كانت ضد المستعمر أو الغازي أو المحتل الخارجي. على غير سابقاتها 2011 كانت ضد الاستبداد الداخلي. ده أفق لازم ننتبه بيه. يعني ما الثورة هنا؟ الثورة على إيه؟ على الاحتكار، على الاستبداد، على ما ينتجه بقى من كل ما ناحية من فساد وخراب إلى ده نقطة. والحراك الشعبي ده أو أي ما يعني مكان مسمى أنا بشوف أنه ثورة. أنا شخصيا بشوف أنه الثورة. ليه؟ لأنها بتاعت شعب يعني بلا رأس. عشان كده يعني اللي بيتحرك شعب. انا مش عايز اطيل في ده اكتر من كده، بس بقول ان الفيلم ما قالش ولا يعني ولو انتبهنا لكل ما فيه يعني هنستخلص استخلاصات مختلفة. الفيلم او اي فيلم او اي تاريخ بنتصل بيه علينا اننا ناخد منه العبرة لصنع المستقبل. يعني ده اللي يهمنا. انا ما يهمنيش سواء في اللحظة القريبة او في اللحظة يعني البعيدة المدى في التاريخ. ده اهم حاجة.